حياتي عين ما شفت زي ده. الفرح دي سطرين. عايز مين يا حضرة؟ عذاب موجود. يا اسطى يا اسطى تفضل يا ألف نهار زي الفل. أصحى وبدل على السلامة. سموه حاجة ساعة بسرعة يلا. قادر يا اسطى بسرعة. وحشت يا سامي وحشت يا ابني. خرجت امتى؟ السجن عليك طوالي. قلت ما اسمعش حد يشوفنا قاعدين برضه. اخبار مستعد ايه؟ يا ده موريس ارفع الغطا على المستعد. حاضر يا صاحبها وصل بالسلامه. ماشي يا العربيه زي الفل 10 على 10 شايل منها البطاريه كل يوم تتغسل والبات متغطيه وكل ما ربنا يكرمنا بحته اكسسوار اركبها فيها. تعالى لو فرع الكل. نورت يا سيد. الحمد لله على السلامة. طباطا مش معقول. الحمد لله على السلامة. الحالة نورت في الثاني يا راجل. ألف حمد لله على السلامة طباطا. حمد لله على السلامة يا سيد. كلمة ورد غطاها يا طباطا. سيب الأوضة عشان أسكنها لحد محترم. أنا يا أخويا ما بسكنش عندي رد الزون. بتزعق ليه يا وليه؟ مش الأجرة بتوصل لي كل شهر؟ مش خشبة بيدفع لك الفلوس أول بأول؟ فلوس؟ فلوس إيه يا أبو فلوس؟ أنا ما يهمنيش يا أخويا الفلوس، أنا يهمني الناس. أنت مش رجع؟ خلاص كل يوم والتاني البوليس هيهجم علينا بالليل والنهار. شبهتنا جنبك. خش. إيه؟ أنا لو كنت أعرف إن حرب السيرنا ليك في وشي كنت ضفت فيه. خش خش. متهيألي يا سيد إن شاء الله هتفتح صفحة جديدة. إحنا كل يوم بنفتح صفحة جديدة. قصدي يعني كفاية عليك كده. أديك جربت حظك مع الشقاوة، ما خدتش منها حاجة غير البهدلة والمرمطة في السجون. اسمع نصيحتي يا صاحبي، الإجرام عمره ما بيعمل مستقبل لحد. يا خشبة، مالك؟ بتكلمني كلام زي اللي بيقول الوعظ بتاع السجن. ما تخليك حلو مال. الورشة بتعمل 150 جنيه كل يوم. تعالى معايا شريك بشغلك وأنا راضي. يا كباكة ده أنت كنت ميكانيكي زي الفل زمان. العربيات دلوقتي موديلاتها اتغيرت والموتورات اتعقدت وانا سيبت الشغلانه دي من زمان. اصغر صبي عندك يفهم احسن مني دلوقتي وانا كمان بيتبزق بسرعه. نفس اليسر. نفسي اعرف يا سيد انت عايز ايه بالظبط. أنا نفسي مش عارف أنا عايز إيه بالظبط. وبرضه خاشف كلامك على عيني وراسي. إن شاء الله هنفتح صفحة جديدة. بس إمتى بقى؟ خليها للظروف.